السلام عليكم شباب، احنا النهاردة بنكمل المحاضرة اللي فاتت اللي هي كانت على الدياجوناليزيشن والستيت ترانزيشن ماتريكس. وكنا قلنا ان الستيت ترانزيشن ماتريكس هي اللي بتحدد الترانزينتس بتاعت الستيتس، جميل. وممكن نجيبها عن طريق المعادلة بتاعت الستيت ايكويشن اللي هي x دوت بتساوي ax بلس بي يو، جميل. بس احنا قلنا ان في الستيت ايكويشن ممكن تبقى هوموجينيوس وممكن تبقى نون هوموجينيوس. كلمه هوموجينيوس معناها ان الانبوت يو بيساوي صفر، في الجزء ده مش بيبقى موجود، فبتعمل مع اكس دوت بتساوي اي اكس اوف تي. وفي الفيديو اللي فات شرحنا وقلنا ازاي بنجيب اكس اوف تي من المعادله دي، وان احنا بنعملها لابلاس وبنعمل لابلاس ترانسفورم، بنعمل بنفك السيريز بتاعتها وبنحولها للانفرس لابلاس وبعد كده بنرجعها تاني، في الاخر بيطلع لنا الستيت ترانزيشن ماتريكس بالشكل ده 5t هي بتساوي e اس at، جميل. وقلنا ان ال 5t دي ليها شويه بروبرتيز وان الكونستراكشن بتاعها بيبقى زي دايجونال ماتريكس، بس اللي في النص دول E أس ناقص الـ Eigen values لاندا 1 لاندا 2 لاندا 3 لغاية لاندا n. وبعد كده قلنا properties بتاعت الـ state transition matrix دي وأخدنا عليها example زي اتحل لغاية لما طلعنا الـ state transition matrix بالشكل ده، جميل. احنا النهاردة هنكمل وهناخد الـ non-homogeneous state equation. النون هوموجينيوس ستيت ايكويشن معناها ان الانبوت بقى قيمه في الجزء ده هيبقى موجود، فبالتالي معادله هيتحط عليها شويه حاجات زياده. يعني ما اقدرش اقول ان انا هشتغل كده بس، لا هشتغل بان x دوت ناقص a x of t بتساوي b u of t، وبعمل لها الديفرنشيشن من الناحيتين وبعد كده اعمل لها انتجريشن تاني، وفي الاخر بوصل للمعادلة دي. دي كانت المعادلة في الهوموجينيوس ترانزيشن ماتريكس. في النون هوموجينيوس بيزيد الانتجريشن بتاع ترانزيشن ماتريكس تاني، والانتجريشن ده هيبقى من زيرو لغاية تي، وبنعمل الديفرنشيشن بتاعها بالنسبة ايه لتاو. يعني من الاخر كده المعادلة بتبقى الهوموجينيوس effect بتاع الـ state transition matrix زائد الـ non-homogeneous. الـ non-homogeneous هو variation بقى من الـ B matrix اللي هي متوصلة بالـ input وتأثير الـ input U عليها، تمام؟ طيب احنا بنعمل ايه؟ هيختلف الحكايات في ايه؟ لو احنا اخدنا نفس الـ example اللي فات وطبقناه تاني، هنطلع اول حاجة الـ State Transition Matrix 5T اللي هي كانت بالشكل ده، وهنعوضها في المعادلة اللي فوق. يبقى الـ 5T هتبقى مضروبة في الـ X node بالشكل ده، ونعوضها في المعادلة اللي هنا، بس بدل ما نحط T هنحط T minus tau. يعني بدل T هنا اهو ناقص T هيبقى ناقص T minus tau، بدل ناقص 2T هيبقى ناقص 2T minus tau، وتتضرب في الـ B vector اللي هو موجود هنا مضروب في الانبوت. والانبوت هنا لازم يكون متحدد، ممكن نحط ستيب انبوت، ممكن نحط رامب انبوت، وات ايفر. طيب لو احنا عايزين نعمل انتجريشن للايكويشن دي هنعملها ازاي؟ عشان نسهل الامر هضرب الستيت ترانزيشن ماتريكس دي في البي ماتريكس، فيبقى الاليمنت ده مضروب بصفر يبقى بزيرو كانه مش موجود، زائد الاليمنت التاني مضروب في واحد يبقى هو اللي هيتبقى. الرول اللي تحتي الالمنت الاولاني مضروب في صفر هيروح معاه، زائد الالمنت اللي تحتين مضروب في واحد، وكل دول مضروبين في 1. يعني في الاخر ممكن نطلعها بالشكل ده، الجزء اللي هيتعمل له انتجريشن. ونفتكر ان احنا بنعمل انتجريشن بالنسبه لتاو اللي هو اي اس ناقص تي ماينس تاو ناقص اي اس ناقص 2 تي ماينس تاو، والرول اللي تحتي ناقص e أس ناقص t ناقص tau زائد 2 e أس ناقص t t ناقص tau. طب تعالى نعمل integration. integration بتاع ال exponential سهل، إن أنا بعمل integration بالنسبة لل tau. يبقى
هضرب نيجاتيف في نيجاتيف هيبقى بوزيتيف لان في نيجاتيف تاو والنيجاتيف اللي بره هيبقى بوزيتيف، يبقى اي برضو بس ماينس تي ماينس تاو زائد سوري ناقص. هنا في اتنين يعني لازم اقسم على اتنين، يبقى واحد على اتنين اي اس ناقص اتنين تي ماينس تاو. كل ده الانتجريشن، بس ده باوندد انتجريشن يعني من زيرو لغاية تي، يبقى من زيرو لغاية تي. طب تعالى نطبقها، هنعوض بقى تي بتاو ونتراحم التعويض بتاع زيرو. يعني الأول هقول اي اس ناقص تي ماينس تي تاو لما تتعوض بتي يبقى تي تانية، ناقص لما تاو تتعوض بزيرو يبقى اي اس ناقص تي ناقص نص اي اس ناقص اتنين تي ماينس تي ناقص ناقص يبقى زائد نص اي اس ناقص اتنين تي. جميل جدا، يبقى انا عندي تي ناقص تي بتبقى بكام؟ بزيرو، يبقى اي اس زيرو بواحد ناقص اي اس ناقص تي ناقص تي ماينس تي بكام؟ بزيرو، يبقى اي اس ناقص اي اس زيرو هتبقى بواحد، يبقى هنا عندي نص زائد نص اي اس ناقص اتنين تي، يبقى نص ناقص نص هيبقى نص ناقص اي اس ناقص تي زائد نص اي اس ناقص اتنين تي. تعال نشوف اللي احنا طلعناه ده صح ولا غلط. طلع صح، التكامل بتاع الحتة دي كلها الترم الاولاني بتاعه طلع بالشكل ده، ده نفس اللي طلعناه. خلاص يبقى احنا نرجع تاني ونعمل الجزء اللي تحت بنفس الطريقة، هنلاقي ان الجزء اللي تحت لو اتعمل بنفس الطريقة ده هيطلع بشكل ده يو اس ناقص تي ناقص اي اس ناقص اتنين تي. طيب لازم يبقى عندي ال initial conditions بتاعت ال x عشان اقدر اعوضها هنا اهو واطلع قيمة. هو قال ان ال initial conditions are zeros اهو، if the initial state conditions are zeros x node is zero then x of t هتبقى الجزء ده بس، لان ده في 0 زائد ده في 0 ده في 0 زائد ده في 0 هيبقى 0 بس كده. اللي مطلوب بقى من حضرتك assignment صغير تعمله تسلمه ان شاء الله الاسبوع اللي بعد الجاي. ايه هو؟ ان انت تجيب لي ال state transition ال state equation sorry اللي هي لل السيستم ده. السيستم ده عبارة عن سيستم الدرجة الثالثة S كيوب، معناه ان فيه تلاتة ستيتس X1 X2 X3. انا عايز بقى الفاينل ده زي اللي عملناه قبل كده بس التلاتة ستيتس X1 of T X2 of T X3 of T. تمام كده احنا خلصنا الـ State Transition Matrix. هنخش بعد كده على حاجة اسمها Controllability and Observability، دي موجودة في Lecture